التقلبات الجوية التي شهدتها ولاية مسيلة ليلة أمس ابتداء من الساعة 5:30 مساء إلى غاية الساعة 9:30 شهدت مصالح حماية مدنية عدة تدخلات من أجل عمليات امتصاص ومعاينة أحياء وكذا إخراج سيارات وإنقاذ أشخاص. الحصيلة كانت تمثلت في إنقاذ 8 أشخاص لحد الساعة وإخراج 6 سيارات حاصرتهم مياه الأمطار ومياه الأودية. هذا ربما راجع إلى أسباب متعددة وأهم سبب هو التهور واللامبالاة خاصة بالنسبة للسائقين وين يتوجهوا ويغمروا ويعبر الطرق المغمورة بالمياه أو يقطع الطرق التي فيها مياه جارفة. لذا نصيحتي للجميع المواطنين المجد التحلي بالحيطة والحذر أكثر فأكثر لأنه الاستهانة بقوة تدفق الماء تؤدي إلى خطر الموت. مع تسجيل لحد الساعة 3 ضحايا يعني مفقودين في واد ميطر العملية جارية البحث عنهم حيث أنه سخرت مديرية الحماية المدنية حوالي 100 عون من أجل عملية البحث. فيما يخص العمليات التي دعمت بها من طرف ولاية الجلفة وولاية مدية هي فرق الكلاب المدربة وجارية العملية من أجل عملية البحث عن احتمال وجود 3 أشخاص فقدوا